في مريت. انا معايا حضرة الاستاذ تهامي محمود. استاذ تهامي اهلا بيك. اهلا بحضرتك والف سلامه. اولا عرفني بنفسك ويعني ايه موضوع اسر، عنده كم سنه اسر وايه؟ اسر عنده 2 سنة و6 شهور. وسيادتك منين وبتشتغل ايه؟ انا شغال في قطاع خاص. تشتغل ايه؟ مصنع ملابس تي ان دي سي في العبور. دخلك الشهري كام تقريبا؟ دخل الشهري 4800. 4800. في اولاد غير عند حضرتك؟ لا حضرتك، هو وحيد اسر يعني ماليش غيره. ايه حالته بالظبط؟ والله حضرتك اسر اكتشفنا المرض وهو عنده 1 سنة و2 شهر. سيدنا محمد ما كانش يعني، كان عنده رجل حضنة في رجله، عنده بيقدر يحطها على الارض رجل لا. فاتجهنا لدكاتره الاطفال فقالوا انه اسر عنده نقص فيتامين د وكالسيوم، فبالتالي هيتاخر في المشي شويه، فممكن يعني تروح لدكتور عظام. اتجهنا لدكتور عظام، قال اسر عنده لين في العظام وهيتاخر في المشي، فروحوا لمركز علاج طبيعي. اتجهنا لمركز علاج طبيعي، طبعا الدكتوره حاولت تعمل له طبيعي برضه، قالت للاسف هو لازم يرجع لدكتور مخ واعصاب لان انا شاكه في حالته. بالفعل اتجهنا لدكتور مخ واعصاب، فبيعمل له بالترجليه عشان يشوف الاعصاب، لقى ما فيش عنده اعصاب خالص، فطلب ساعتها رسم عضلات وصوره توصيل اعصاب، فبينت ان هو عنده 3 اعصاب، فطلب تحليل جيني، فحولنا للتامين الصحي، والتأمين الصحي بالفعل عمل التحليل الجيني وأثبت إن آسر عنده مور عضلات شوكي من النوع الثاني. فوجهونا إن احنا نروح وزارة التضامن نفتح حسابات عشان نجمع ثمن الحقن إسبينرازا 2,600,000 حاليا. ففي الفعل فتحنا الحسابات وبنجمع فيها حاليا ثمن الحقنه. دلوقتي انا بس عايز اعرف علاجه الفعال ايه؟ حقنه؟ الحقنه 6 جرعات في السنه. 6 جرعات؟ في السنه. يعني انت محتاج كلها. الحقنه قيمتها كم؟ تكلفتها الجرعه تكلفتها 395,000. يعني في السنه محتاج 2 مليون 600,000 و600,000 جنيه. وفتحت حساب في فتحنا حساب تبع البنك الاهلي المصري. وبنك سي اي بي وفوري. الحسابات هتكون قدام حضراتكم حالا. المرض اللي عنده ان شاء الله يعني بالحقن ممكن يتعالج حضرتك؟ والله جماعه الدكاتره اكدوا ان اسر لو اخذ علاجه بدري وهو صغير ان شاء الله الاستجابه تكون سريعه ويقدر ان شاء الله يمشي ويقف على رجله، انما كل لما بيتاخر كل ما بيكون يعني حالته بتدور اكثر وبيفقد خلايا عصبيه جديده.